السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، أدينا فريضة الحج ولله الحمد، نسأل الله القبول. ونبدأ دروسنا بإذن المولى بمدد أسيادنا المشايخ بإذن الله. ننطلق اليوم بالوحدة الرابعة. الوحدة الرابعة القراءة المكثفة مدن مقدسة. في القواعد لدينا تأنيث الفعل للفاعل، فهم المسموع، أصحاب الفيل، أيضا وصيتان. القواعد أيضا عندنا تقديم المفعول به، تقديم المفعول به. القراءة الموسعة، النجاشي وضيوفه. نبدأ اليوم إن شاء الله بالقراءة المكثفة بعنوان مدن مقدسة. هذه مكة المكرمة، إحدى أو أهم مدينة في الإسلام، مكة المكرمة، ونتحدث نحن عن المدن المقدسة. لدينا مجموعة أسئلة ما قبل القراءة، فكر في الإجابة عن الأسئلة قبل قراءة القطعة. القطعة مقصود في النص. ما أهم المدن اقتصاديا وسياسيا في العالم؟ الاقتصاد ايكونوميك، اقتصاديا ايكونوميكال، سياسيا بوليتيكال. ما أهم المدن اقتصاديا وسياسيا في العالم؟ السؤال الثاني، ما أهم المدن التي يؤمها الناس، يؤم بمعنى يذهب إليها، وفق تعاليم الديانات في العالم؟ ما أهم المدن التي يؤمها الناس وفق تعاليم الديانات في العالم؟ السؤال الثالث، إذا كان للعالم الإسلامي عاصمة، ما فما هي هذه العاصمة؟ إسلام وورد، العالم الإسلامي، إسلام وورد، عاصمة كابيتال، فما هي هذه العاصمة؟ السؤال الأخير، ما أهم ثلاث مدن مقدسة لدى المسلمين؟ الآن نقرأ النص. مدن مقدسة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، والمسجد الحرام في مكة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. وهذه المساجد هي أهم معالم هذه المدن. المقدس، the holy، holy thing، holy city، holy person، مدن مقدسة، holy cities. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نبدأ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. تشد الرحال بمعنى الإنسان ممكن أن يذهب إلى هذه الأماكن مع النية الكاملة بالأجر، لأنها عبادة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Don't undertake a journey to visit any mosque إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام،
في مكة المكرمة، ومسجد هذا المسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف. والمسجد الأقصى والمسجد الحرام في مكة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. وهذه المساجد هي أهم معالم هذه المدن. المعالم landscape، معالم المدينة. باريس we have برج إيفل، Tower of Eiffel example. إذن هذه المساجد هي أهم معالم هذه المدن. Now الآن نتحدث عن مدينة، عن مكة المكرمة. أشهر مدن العالم الإسلامي، أشهر مدن العالم الإسلامي تهفو إليها قلوب المسلمين جميعا من شتى بقاع الأرض. خصها الله بالتكريم عبر مختلف العصور، وأقسم بها في قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وهي مسقط رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ومبعثه، فيها نزل الوحي ومنها انتشر نور الحق يبدد الكفر في كل مكان، يقصدها ملايين الحجاج كل عام لأداء فريضة الحج، ويأتيها المعتمرون من أرجاء العالم الإسلامي. وفيها الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، وهو أول بيت وضع للناس. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقد بنى الكعبة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام في مكان تحيط به الجبال. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وفي مكة من المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات والصفا والمروة وزمزم. مكة المكرمة أشهر مدن العالم الإسلامي، most important cities، تهفو إليها قلوب المسلمين جميعا من شتى بقاع الأرض. Over the world they want to come to it. تهفو إليها قلوب المسلمين جميعا من شتى بقاع الأرض. خصها الرسول بالتكريم خصها الله سبحانه وتعالى بالتكريم عبر مختلف العصور، وأقسم بها في قوله تعالى، لا أقسم بهذا البلد. البلد المقصود هنا مكة المكرمة. وأنت حل بهذا البلد، أنت الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم ويمكث في مكة المكرمة، وهي مسقط رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. مكة المكرمة حيث ولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولد في مكة المكرمة، ومبعثه البعثة المباركة. فيها نزل الوحي جبريل عليه السلام، ومنها انتشر نور الحق. نور الحق هنا الإسلام، يبدد الكفر في كل مكان، يبدد يزيل الكفر في كل مكان، يقصدها ملايين الحجاج كل عام لأداء فريضة الحج، ويأتيها المعتمرون من أجل العمرة من أرجاء العالم الإسلامي. في مكة المكرمة توجد الكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام،
والمسجد الحرام، وهو أول بيت وضع للناس. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بكة أور مكة نفس الشيء، نقول بكة ومكة، وردت مرة واحدة في القرآن الكريم بهذا الاسم ببكة، ولكن المشهور مكة المكرمة. وقد بنى الكعبة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في مكان تحيط به الجبال. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وفي مكة المشاعر المقدسة، وهي من أركان وسنن وفرائض الحج: منى، مزدلفة، عرفات، الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله في الحج، في من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. وزمزم، حيث ماء زمزم. إذن هذه مكة المكرمة. المدينة الثانية في الإسلام هي المدينة المنورة، ومن مكة المكرمة هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى الهجرة المباركة في 1 محرم، بداية رأس السنة الهجرية. المدينة المنورة تعد المدينة المنورة المدينة الإسلامية الثانية بعد مكة، إذ يوجد فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. بدأ تاريخ المدينة المجيد في العصر الإسلامي بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، ومنذ ذلك اليوم صارت المدينة مقرا للإسلام ومصدرا للنور الذي انطلق لينير العالم بنور الإيمان والهدى. وفي المدينة مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى، وفيها جبل أحد الذي وقعت عنده غزوة أحد. إذن هذه المدينة المنورة، تعد المدينة المنورة المدينة الإسلامية الثانية. المدينة الإسلامية الأولى مكة المكرمة، الثانية المدينة المنورة، إذ يوجد فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المسجد أيضا يوجد قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه كالأجر. صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، 27 أجر عن صلاة في الفرد، أما الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000. 100,000، 1,000، 1,000، 100,000. صلاة فيما سواه. بدأ تاريخ المدينة المجيد، the holy of the history of this city بدأ started في العصر الإسلامي مع الهجرة، with الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، ومنذ ذلك اليوم صارت المدينة مقرا للإسلام، مقرا place or capital، ومصدرا للنور الذي انطلق، النور نور الدعوة نور الإسلام، لينير العالم بنور الإيمان والهدى. في المدينة ماذا يوجد في المدينة من آثار؟
يوجد مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى. عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل أن يدخل المدينة أقام في قباء، فهناك أسس أول مسجد، ثم دخل المدينة. لمسجد أسس على التقوى كما ورد في القرآن الكريم. وفي المدينة جبل أحد، جبل أحد قريب من المدينة الذي وقعت عنده غزوة أحد. وجبل أحد كما ورد في الحديث جبل يحبنا ونحبه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة على هذا الجبل، فارتج الجبل اهتز، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت أحد، فعليك نبي وصديق وشهيدان. إذن هذا هو جبل أحد، ما زال موجود حتى الآن قرب المدينة المنورة. المدينة الثالثة القدس. القدس as called in map journalism، ولكن نحن كمسلمين هي مدينة القدس، عاصمة فلسطين، capital of Palestine، القدس. القدس هي المدينة المقدسة الثالثة عند المسلمين، لأن فيها المسجد الأقصى المبارك، باركنا حوله، الذي أسرى الله برسوله إليه من المسجد الحرام. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمسجد الأقصى أولى القبلتين، first قبلة، وقد بقي قبلة للمسلمين حتى السنة الثانية من الهجرة، حيث تحولت القبلة إلى المسجد الحرام. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. القدس عاصمة فلسطين، اغتصبها اليهود عام 1948، وقد قسمت إلى قسمين، هما القدس الشرقية القديمة وفيها المسجد الأقصى، وقد ظلت جزءا من الضفة الغربية في المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن وقع عدوان اليهود عليها سنة 1967، فاحتلتها إسرائيل ضمن ما احتلت من الأراضي العربية. والقدس الغربية الجديدة وهي تحت الاحتلال اليهودي منذ عام 1948. Now الحديث حول القدس. القدس في فلسطين. القدس هي المدينة المقدسة الثالثة عند المسلمين، third holy city in Islam. لماذا؟ لأن فيها المسجد الأقصى المبارك الذي أسرى، الإسراء والمعراج، أسرى الله برسوله إليه من المسجد الحرام. قال تعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمسجد الأقصى أولى القبلتين، first قبلة for Muslim، وقد بقي المسجد الأقصى قبلة للمسلمين، state قبلة for Muslim 2 years، حتى السنة الثانية من الهجرة، حيث تحولت القبلة إلى المسجد الحرام كما ورد في سورة البقرة.
ومسجد القبلتين أيضا موجود في المدينة المنورة. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، give you يا محمد قبلة ترضاها. القبلة the place that satisfy you. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Now turn to the المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إلى مكة المكرمة. هنا يتحدث عن تاريخ مدينة القدس بشكل مختصر في العصر الحديث. القدس عاصمة فلسطين، capital of Palestine، القدس. اغتصبها اليهود، the Jewish occupied it 1948. وقسمت إلى قسمين، مدينة القدس divided two parts، هما القدس الشرقية القديمة the old city in the east الشرقية. In this place المسجد الأقصى. وقد ظلت it state apart from الضفة الغربية western area from Jordan kingdom until حتى وقع عليها العدوان اليهود حتى عام 1967. Until this history it was under the Jordan government. After that the Jewish occupied it، احتلتها إسرائيل. ضمن ما احتلت من الأراضي العربية والقدس الغربية الجديدة، the western part of القدس it's a new part from city تحت الاحتلال، it's under occupied from since 1948، منذ عام 1948. إذن هذه مدينة القدس، هذه المدن المقدسة الثلاث في الإسلام، وقد وردت في القرآن الكريم مكة المكرمة، المدينة المنورة، والقدس الشريف. الآن نرى بعض حالات الإعراب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فعل ماض مبني على الفتحة، الرسول فاعل مرفوع بالضمة. لا تشد، لا الناهية، تشد فعل مضارع مرفوع بالضمة. الرحال فاعل، إلا أداة استثناء، أداة استثناء. إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمسجد الحرام في مكة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. وهذه المساجد هي أهم معالم هذه المدن. تهفو إليها، تهفو فعل مضارع مرفوع بالضمة، قلوب فاعل مرفوع بالضمة، تهفو قلوب المسلمين إليها، إليها جار ومجرور. خص فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. الله لفظ جلالة فاعل مرفوع بالضمة. أقسم أيضا فعل ماض مبني على الفتحة. نزل الوحي، نزل فعل ماض مبني على الفتحة، الوحي فاعل مرفوع بالضمة. انتشر فعل ماض مبني على الفتحة، نوره فاعل مرفوع بالضمة. يبدد فعل مضارع مرفوع بالضمة، يبدد الكفرة، الكفرة مفعول به منصوب بالفتحة، مفعول به منصوب بالفتحة. يقصد فعل مضارع مرفوع بالضمة. ملايين فاعل مرفوع بالضمة، الحجاج مضاف إليه. يأتي فعل مضارع مرفوع بالضمة، المقدرة. يأتي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة لأنها تنتهي بحرف صوتي، والها ضمير متصل. المعتمرون هنا فاعل ولكن جمع مذكر سالم، جمع المذكر السالم يرفع بالواو والنون. إذن المعتمرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو والنون لأنه جمع مذكر سالم.
يأتي المعتمر، يأتي المعتمران، يأتي المعتمرون. فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وفي مكة، مكة قلنا اسم ممنوع من الصرف، لا نقول في مكة، مكة ممنوع من الصرف. أيضا بكة ممنوع من الصرف. بنى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف المقصورة. بنى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الفتحة. فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف المقصورة. بنى نبي الله إبراهيم الكعبة. بنى فعل نبي الله فاعل مرفوع بالضمة، الكعبة مفعول به. تحيط فعل مضارع مرفوع بالضمة، يرفع فعل مضارع مرفوع بالضمة، القواعد إبراهيم فاعل مرفوع بالضمة، القواعد مفعول به. ربنا تقبل هنا دعاء مثل فعل الأمر تقبل، مبني على السكون. تعد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. يوجد فعل مضارع مرفوع بالضمة. قال الرسول أيضا فعل ماض وفاعل مرفوع بالضمة. بدأ فعل ماض مبني على الفتحة، تاريخ فاعل مرفوع بالضمة، المدينة مضاف إليه. صار فعل ماض مبني على الفتحة والتاء تاء التأنيث الساكنة، لماذا؟ لأن الفاعل مؤنث. صارت المدينة تاء التأنيث الساكنة حرك بالكسر منع لالتقاء الساكنين، همزة الوصل لديها سكون وهذه سكون فحركت بالكسر. فعل ماض مبني على الفتحة والتاء تاء التأنيث الساكنة حركت بالكسر منعا لالتقاء الساكنين، المدينة فاعل مقرا مفعول به. انطلق فعل ماض مبني على الفتحة. لينير، ينير فعل مضارع منصوب بالفتحة لأننا عندنا هنا هذه اللام، لينير لام التعليل أو لام التفسير، لينير حتى ينير، إذن هذه اللام أيضا من أدوات نصب الفعل المضارع، ينير لينير. العالم مفعول به منصوب. وقعت، وقع فعل ماض مبني على الفتحة والتاء تاء التأنيث الساكنة. وقعت غزوة أحد عنده، أحد عنده. وقعت غزوة، غزوة هي الفاعل. أسرى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف. الله لفظ جلالة فاعل مرفوع بالضمة. بقي فعل ماض مبني على الفتحة. قبلة مفعول به. بقي المسجد الأقصى قبلة للمسلمين. تحول فعل ماض مبني على الفتحة والتأنيث الساكنة حركت بالكسر منع الالتقاء الساكنين. اغتصب فعل ماض مبني على الفتحة. اليهود فاعل مرفوع بالضمة. قسم، قسم يقسم قسم، هنا مبني للمجهول. قسمت، قسم ضم أوله وفتح ما قبل آخره مبني للمجهول والتاء تاء التأنيث الساكنة. ظل، ظل وأخواتها، ظل من أخوات إن لكن ظل لعل، هذه التي تدخل على الجملة الإسمية من أخوات
إن. وقع فعل ماض مبني على الفتحة، عدوان فاعل مرفوع بالضمة. احتلتها، احتل أيضا فعل ماض مبني على الفتحة والتاء تاء التأنيث الساكنة. إسرائيل فاعل مرفوع بالضمة. احتلت نفس الشيء، فعل ماض مبني على الفتحة والتاء تاء التأنيث الساكنة. نعم، هذا هي أو هذا هو درسنا لهذا اليوم، مدن المقدسة. تحدثنا عن مكة المكرمة، عن المدينة المنورة، وعن مدينة القدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتحرر مدينة القدس وتعود للإسلام والمسلمين. إن كان هناك أي سؤال أو كلمة غير مفهومة ممكن أن تسألوا على التليجرام، نضعها إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. إن شاء الله نستمر بدروسنا كالمعتاد، اليوم الاثنين، غدا الثلاثاء والأربعاء الساعة 7:30 كما كنا من قبل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.